احمد نبيل بيقدم الحلول، بيقول رمضان بدل بن شرقي، صبحي بدل ابو جبل، دونجا بدل اوباما، وادي بدل الجزيري، عمر كمال بدل المسلوسي، احمد عاطف بدل ونجم، وساسي بدل رؤى، وعبد الله بكري بدل محمود علاء. طيب هنا في نقط مهمه قوي 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 ممكن نحط ايدينا عليها. اولا نفتكر كويس، يعني بص العنوان الرئيسي لا تكرر اخطاء الماضي. اعمل اخطاء جديده يا سيدي على عيني وعلى راسي، بس لا تكرر اخطاء الماضي. لما كل سنه كنت بتروح تلم احسن 20 اسم موجود في الدوري، عمر ده ما كسبك دوري، صح؟ اللاعب اللي بيرقص في نادي صغير ده مش معناه بالضروره انه هيجي يرقص في نادي كبير بنفس الكيفيه، لان انت بتلعب كره مختلفه، فلازم تبص على كل اسم من دول وتحللهم. رمضان صبحي ايه اللي يخلي بيراميدز يبيع؟ ما فيش غير لو قدمت له اوفر بقى، يعني لا يعني يرفض، او لو قدمت له الاوفر الذي لو رفض طب ما نقدمه لبن شرقي، على حسب بقى مين افضل بالنسبه ليك. يعني حطها اللي هو اصل انت تشتري لاعب فتدفع فلوس لبيراميدز وتدي لرمضان فلوس كتيره اسهل، ولا انك تدي فلوس كتيره لبن شرقي لان هو مفترض ملكك. ان انت اللي انت ضامن نجاحه خلاص، او ضامن جربت نجاحه قبل كده معاك اساسا، جربت نجاحه، انا بتكلم ماليا اهو، اقدم عرض لبيراميدز ادفع له فلوس وادفع لرمضان فلوس اسهل، ولا ادفع لبن شرقي بس فلوس؟ هي اكيد الاسهل بن شرقي طبعا. طيب. الا بقى لو انت خلاص ان فقدت الامل ان هو بن شرقي هيكمل معاك. ما انت لا انت بتقول ان بن شرقي هيكمل في حلقه واحده، لو انت قدمت له عرض لا يمكن رفضه، صح؟ زيه زي رمضان. ماشي. يعني هو لو شرقي، لو بن شرقي عايز يمشي، هو اكيد مش عايز يمشي عشان هو مش عايز يكمل، هو هيمشي عشان جاي له اوفر اعلى. فانت لو عندك قدره تدفع الاوفر الاعلى، هو كده كده ده نفس اللي هتدفعه لرمضان صبحي، طب ما تديه لبن شرقي. فانا السؤال الرئيسي يعني هو بيراميدز يبيع ليه؟ فده ينطبق على رمضان وينطبق على وادي.